تسمح لي في ليلة العاشر من رمضان والكواليس الخاصة بالطقر وحرب بالتأكيد وعليكم عبء كبير جدا نفسيا ومعنويا، كيف استعديتوا لهذا اليوم وحضرتك على المستوى الشخصي ماذا تتذكر في هذا اليوم؟ طبعا احنا كتجهيز وجهزان كنا فعلا القوات الجوية من الأسلحة اللي جاهزة قوي من أولها، وكنا عندنا ثقة خلاص بقى كفاية لازم نعمل حاجة. يعني أنا مثلا عندي اشتباكين معروفين، ضارب طيارة فانتوم وضارب طيارة مراج أثناء حرب الاستنزاف وكده. ولما كنت أحكي بقى للطيارين الجداد والاشتباكات وإزاي كانوا بقى خلاص جاهزين عاوزين يشتبكوا، فكل شوية يعني إمتى هنشتبك إمتى هنبدأ الحرب وكده، إلى أن قربت وعرفنا. طبعا كان في تغطية جامدة على الموضوع يعني، والخداع اللي عمله الرئيس السادات وكده، فما كانش حد يعرف. يعني احنا عرفنا، انا كنت قائد ثاني السرب، السرب بتاعي كان بيغطي القطاع الجنوبي من القناة لغاية الغردقة. ما عرفناش اللي قبلها بيوم، ما بلغناش الطيارين، بس بدأنا نجهز. كانت جوايا فرحة، يعني جاء اليوم اللي أرد الضربة اللي أنا ضربتها وانفجرت في الطيارة على الأرض، وبسينا الروح دي في بقية الطيارين. حسوا إن في حاجة، الناس ما نامتش طول الليل عارفة إن بكرة في حاجة، ما قلنا لهمش صراحة، بس من وجود التسليح والصواريخ اتركبت في الطيارات والتجهيزات وكده، فكان الفرحة عند الناس هم وعاوزين نزيحوا واحنا عارفين ان احنا جاهزين. وانا سربي ده اشتبك قبليها اشتباكين مع اليهود قبل الحرب 73، جررنا شكلهم مرتين عند منطقة الزعفرانة، وفعلا يعني عارف حكاية كلمة تطعيم المعركة، الناس كانت جاهزة. طب يلا بقى يلا، وكله مستعد وكله عايز كله مستعد وعاوز اللحظه دي وفعلا عاوز اللحظة. فلما جت اللحظه الفرحه لا تتخيلها كانت ما بين الطيارين والمهندسين والمكان، ما انساش. ولازم اذكر الاطقم الارضيه بتوع القوات الجويه، اعاده تسليح الطياره واعاده التموين والتجهيز، ما كنا بنرجع في طيارات فيها طلقات وفيها حاجات تتصلح وتتعمل في زمن قياسي، وإعادة تسليح وملء الطيارات لدرجة يعني انت السرب بس بيبقى فيه حوالي 25 طيارة، معدل الطيران ده بالناس دي كان كأننا عندنا 50 طيارة. مش الطيارة تقعد على الأرض ساعتين وبتاع لغاية ما تجهز، فكان فرحة الناس. كانوا بيشوا كل واحد ينزل من الطلعة تلاقي الميكانيكية شايلينك وعمالين يهتفوا، فرحة بقى بعدها فرحة.